فرجونا به احنا توا اللي والله حفالي على الاخر برافو سعيد والله الحمد لله واخيرا عملها بالرسمي خاطر ما يحس بالجمره كان يافس عليها خاطر كي تجي تشوف العباد اللي عايشه تحت السفر واللي توا جماعه النهضه واللي ما يحبوش يبعدوا من برلمان حاب نوصل لهم ميساج اسمعني راك ريت نهارت لي الشباب بطال وقت اللي الشباب بشهيد ووقف قدام برلمان شوف الدنيا تدور معناها وربي معناها كيفيك يكتب حاجة يكتبها الدنيا تدور وليت انت واقف قدام برلمان وجيش تسكر عليك الباب انت كي العباد وقتها غادي حاشتها بفلوس برسم شيقر حاشتها بفلوس وحاشتها بخدمة تتعدى بكهرباء كونفور كليماتيزور وتتعدى ما تخزر لهم الجملة بالرسمي الحمد لله بالرسمي برافو قيس سعيد احنا شباب واحنا اللي انتخبناك الحمد لله اللي بالرسمي وصلت كلمة الشعب وما خليت الشعبك انت ضحيت على خاطر الشعب والشعب راه باش يضحي على خاطرك ما تخافش الشعب الكل معاك وبقدرة ربي معناها ان شاء الله احنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تونس باش تولي خير خير بالرسمي خاطر اذا شدها انسان يحب الوطن ذا خاطر الوطن ذا ما يعرف قيمته راه كان الانسان اللي يبعد عليه واللي محروم المحروم منه واللي يعرف خاطر انسان الخاين ما عندوش بلاصه لهنا انسان الخاين عنده بلاصه في الخونه في بلاصه اخرى نتاع خونه ينجم يعيش فيها ينجم يسرق وينهب فلوسنا احنا مشيت احنا عملنا ثوره في بالنا باش تحسن الظروف وعملنا كل شيء يا اخي غلطنا بالرسمي زرنا غالطين في حاجه اللي حاجه ندمنا عليها الكل ولينا نرحموا على بن علي تو فماش انسان ما يرحمش على بن علي جبنا النهضه عملنا غلطه الشعب عمل غلطه كبيره الحمد لله فاق تو الغلطه اللي هي بالرسمي جوع الشعب الشعب عريان ما عادش عنده ما يلبس ما عادش عنده بما ياكل يا بالرسمي نحب نوصل بالرسمي ميساج للنواب بجاه ربي شنو احساسكم كي خرج الشعب وشنو احساسكم كي الشعب جاع وشنو احساسكم كي تشوف انسان ما عنده زوز صغار وصغار وهذوكم معريين وما عندهمش باش يقراو باش يتغطاو كي تشوف اللي في عند راهم في الشتاء ماتت كي تشوف العباد اللي ماتوا معناها من الجوع من الجوع ما يلقى ما ياكل كي تشوف اللي عمره 80 سنه لقوه عباره عايشين في عهد الجاهليه في كوخ شنو احساسك؟ احساسك انت تضحي في عيدك وتذبح عيدك وقاعد مع صغارك وكونفور ودنيا وقصورات وعيلمانات ومال في الاخر ما يدوم شيء يدوم كان زوز متر برا بالرسمي ما يدوم في الاخر كان زوز متر برا فما فيديو ديغنييغمون قاعد يدور نهاء البارح الولد اللي عايت يا سيدي الشيخ رانا معاك يا سيدي الشيخ رانا نحبوك يا سيدي الشيخ رانا ولادك ورانا باش نقفوا معاك ورانا ماناش باش نسيبوك هما يموتوا ونحنا مازلنا حيين ورحنا عايشين حب نفهم انا الولد هذايا كل واحد بيان سور نحترمه انتماءات الناس الكل يعني هو نجم يكون اموره يحب النهضه ولا مع قيس سعيد هذيك حر لكن يا سيدي الشيخ انت تطلب تتوسل في الامر من سيدك الشيخ شو معناها هذا اليوم في 2021 في بلاد الديمقراطية في بلاد الحرية في بلاد في بلاد الثقافات يعني المتنوعة شنو معناها يوصل عبد يطلب في في في, في الرحمة من سيده الشيخ انت باش تشوف سبحان الله الوباء هذا اللي قاعد يصير اللي قاعدين نعيشوا في بوباء وعباد موتة وعباد كل يوم بالمئات تموت وما عادش منيش متوسل لغير الله معناها انسان ولا يتوسل غير ربي معناها ما عادش نطلبوا في ربي نطلبوا في سيدي الشيخ سيدي الشيخ بمناسبه شنو سيدي الشيخ يا سيدي الشيخ عمل لي يا سيدي الشيخ هذا انسان ريتو ذاك اللي طلع ظاهر عباد معناها انت باش تشوف ظاهر عباد عاطينهم فلوس اول برومو سيكوندو شنو اللي انت الانسان هذاك تعرف شنو معناها ما عم بالهمش راه بالشعب ما عم بالهمش يحب يعيشوا هما يحبوا يعيشوا هما احنا معناها نحبوا نموتوا خلينا نموتوا عادي معناها حبوكم احنا تحت السبات مفيد هما بركة يعيشوا احنا ما نعيشوش هما يعملوا اللي يحبوا اما توصلهمش الحلم هذيك اقسم بالله العلي العظيم حتى ريتنا احنا اذا نحبوا الوطن مساج باللي تحب تفهموه اذا اقسم بالله ما دامنا نحبوا بلادنا ما عندكم وين توصلوا لا سيدك الشيخ ولا سيدك مرخوف ومساج يوصل اما اقسم بالله العلي العظيم ما دامنا احنا نحبوا الوطن ونحبوا بلادنا رموش اللي جيت تحب الوطن تاخذ في 3 ملايين تدور بكراهه بكونفور تاخذ في 3 ملايين من الشعب اعطيني شو عملتوا 10 سنين 10 سنين شو عملتوا عام مش اثنين مش ثلاثه مش اربعه اللي قاعدين تحركوا بهم توم تاع بن علي انتم شو عملتوا عنده حق بن علي كان شهدكم في الحبس طرش عليه خاطر عارفكم اذا باش تخرجوا باش تعملوا فوضى وديجا وصلنا له 10 سنين وصلنا للموت 10 سنين
شو عملت؟ وصلنا اذا في عبيد في الجنوب، في عبيد في عين درام، عبيد في الشمال بارتو، وصلنا تحت صفر. ترش معناتها انت ما تعرفش صفر، ولا حكي تحكي على الظلم والاستبداد. تو قاعدين نعيشوا في ظلم واستبداد، تحكي على تحت صفر؟ عبيد يا عبيد افهم، انسان يبكي، راجل يبكي، بنته ماتت من البرد في جرة، شكون في جرتكم انتوما؟ خاطر ما كومش باش تحسوا بالشيء هذا، انت عايش في كونفور، قاعد في كليماتيزور، الدنيا تنفخ عليك وبرود وكل شيء، وهو سيكيورتي تحمي فيك، اما العباد اللي لوطه اللي مقلق جزدورات الكرتوش تحسش بهم انت؟ انت تحس بالرسمي ونعودها، الطفله اللي ماتت اللي في عين دراهم من البرد، الطفله اللي ماتت في عين دراهم من البرد، راهو بالرسمي شيء بكي، شيء بكي بالرسمي، شيء بكي الطفله ذكروا سبب في انتوما في اللي وصلنا له تو من الخراب. احنا شباب تو قاعدين نقراو وماناش نعرفوا روحنا مستقبلنا فين، هذا علاش خاطر تحبوا تخرجونا الجهال باش ما نفهموش شنو مستقبلنا وين وين ماشيين. سي قيس سعيد او حقك، واصل الشعب معاك. قلت لي انت تكتب وموهوب. خمسة 25 نهار من بعد ما خرج سي قيس سعيد، جويلية 25 من وزارة القصرين انقذنا سعيد الحنين، بدأت بتجميد البرلمان، النجم نقوله للنواب في الأمان، وكملها برفع الحصانة ولا جماعة الهانة ورقود الجبانة، وكانك على حمامة سعيد عمل لها حجامة، وكانكم على مول الحمامة البهبار هوينه متخبي كالفار، إن شاء الله ما يكملش النهار، 10 سنين حكم والشعب من الجوع شعلت فيه النار، فقر تهميش وبطالة، والله البلاد ولات في حالة، وخليني عاد من نحكيش على الرشوة والجعالة، ولات في البلاد سلالة، وحتى قبل ما ننسى، يا أخي وين يا عبير موسي؟ ولا خايفة حتى هي لا يطلع عندها دوسي؟ ولا نبيل مقارونة، ننصحك ما تخرجش، هي الأمور سخونة، وكان ريتو سيف الدين مخلوف من الخوف، والله السروال والله مرخوف، رد بالك لا تخرج صعيد رويتتي بالكفوف، فيا سامعين الكلام، تونس راهي الأم الحنانة، في بجاه ربي حطوها في عينينا راهي أمانة، ما تخليوش اللي عندهم بها مصالح يفكوها، خاطر هما جاوا البارح جماعة مسخين وخماج، في بجاه ربي مرخصكم ديجاج.